بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. آخر تطورات موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية وشروط عودة الرحلات الجوية السعودية المباشرة. إليكم التفاصيل. متابعين لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بدعمكم بلايك حتى ننقل لكم كل ما هو جديد متعلق بموعد فتح الطيران بين مصر والسعودية. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021، حيث إن حكومة المملكة قد سمحت لمجموعة من الدول للسفر إليها ومنها بطريقة طبيعية أثناء المدة القادمة، ومن إحدى هذه الدول مصر، حيث أتاحت المملكة الطاقة الاستيعابية بالمطارات الدولية طبقا للشروط التي وضعتها. كما أكدت مطارات المملكة المتباينة استعدادها الكامل لاستقبال الرحلات من مصر بطريقة طبيعية. وسنبين لكم في هذا الفيديو موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية لهذا العام 2021، شروط عودة الرحلات الجوية بين مصر والسعودية. حددت المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الواجبة لعودة الطيران بين المملكة ومصر، ومن بين هذه الشروط ما يلي: تقديم ما يثبت تناول المسافر للقاح الوباء المستجد، أن يخضع المسافر للحيز الصحي لخمسة أيام بعد وصول المملكة، تناول المسافر جرعتين من لقاح الوباء المستجد، وينبغي أن يكون اللقاح من إحدى لقاحات المملكة المعتمدة. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية. إن حكومة المملكة لم تحدد حتى الآن الموعد الرسمي لعودة الطيران بينها وبين مصر، ولكن المصادر المسؤولة قد أكدت أن جميع الإجراءات تدل على أن عودة الطيران بين البلدين أصبح قريبا جدا، وقد سمحت المملكة في الوقت الحالي مجموعة من الفئات بالدخول إليها. ومن هذه الفئات الأشخاص المصريين العاملين بقطاع المملكة الصحي، أعضاء الهيئة التدريسية، وغير ذلك من الفئات التي أتاحت لهم المملكة الدخول إليها بشرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المفروضة بالمملكة لكبح انتشار الوباء المستجد. الحجر الصحي المؤسسي بالسعودية، يتم تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على الأشخاص القادمين من خارج السعودية للمقيمين وكذلك الزائرين من الدول المسموح لها بالدخول للمملكة على حساب الضيف طبقا لحالات التحصين الآتية: الأشخاص الذين تناولوا جرعة واحدة من لقاح الوباء المستجد، الأشخاص القادمين للمملكة وغير المحصنين. تستثنى مجموعة من الفئات من هذا الحجر. متابعينا، لو عجبكم الفيديو رجاء في الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.